هذا النشاط انطلق بعد عدة سنوات من التكوين. قمنا بتكوين عدد هائل من 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 الصيادين، حيث تم إحصاء عدد الصيادين على المستوى الوطني حاليا ب 25,000 صياد. تم تكوين منهم 22,000، وتم إعطاء الرخصة ل 21,000 صياد. التكوين سيكون متواصل. تم إحصاء كذلك المحيطات اللي محيطات مخصصة للصيد اللي تفوت مساحتها ب 511,000 هكتار على المستوى الوطني، وهذا كله يعني وكذلك تم تخصيص إجازة للصيد على مستوى هذه المساحات المخصصة للصيد.